برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتير تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. وتخلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاساس مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما كانوا عاملين كيكه. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت ياض يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ ها؟ فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن أبو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك ياض أنت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني إن جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك أنت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده إن جدك ده ابن. ما بس بقى ياض أنت وهو. وخلينا أتنايل أحل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. نخلص النهارده. هم الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا اخويا 7 ايام اجي لها كل عايز الواد اداره تانية ومش عارف.